بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو: قصة أرنبية صغيرة. كان يريد مشاركتي معي في تربية الأرانب، لكنه نصحني بمقولة. فبداية، حيث يعتبر من الأساسيات في عمل أي مشروع لتربية الحيوانات أو الطيور أو الدواجن أو غيره، أن يعتمد على توافر المكان والمبنى وتجهيزه حسب طبيعة العمل المراد التنفيذ به. آسف. فقد قمت بعد البحث بالعثور على مكان لمزاولة هذا النشاط، وهو العنبر السابق الكلام عنه في قصصي مع الثعابين والفيران والبط آكل الزبل عام 1998. وعند عثوري على المكان وبعد معاينته، عرضت على طالب المشاركة معي ضرورة قيامنا بتجهيز هذا المكان ليواكب المواصفات الفنية لتربية الأرانب، مما يستلزم تكبدنا بعض المال اللازم لتهيئة المكان وإجراء التعديلات اللازمة، هذا بخلاف الإيجار المتفق عليه للعنبر. إلا أن رده وتعليقه كان بنصيحة تقول: يا مربي في غير ولدك، يا باني في غير ملكك. صحيح، أنا مؤمن بهذه النصيحة، إلا أن الضرورة تستلزم عمل إجراءات لابد منها، فليس أي مكان يصلح لمجرد أنه مكان، خاصة وأن استغلاله سيكون في أرواح، اشتغل في أرواح. عرفت أن وجهة نظري أنه عند تأجير أي محل مثلا لتشغيله، ممكن تدفع خلو رجل ثم الإيجار. وبناء على نصيحته وبالتالي عدم الموافقة على هذه التكلفة من جانبه، إلا أني قمت أنا بها لحالي وأحضرت قوائم خشبية وألواح أسبستوس مستعملة ومقاول بعماله، طلبت منه تخفيض مستوى الميل للسقف من جهة صرف مياه الأمطار وتركيب وإصلاح حوالي ثلث السقف، وكلفني وقتها حوالي 3000 جنيه عام 98. وبدأت العمل، إلا أنه وقت الانتقال من هذه المزرعة بناء على مضايقات من المؤجر ووقت ترك المزرعة، لم يعودني شيئا مما صرفته على إصلاحها في ملكه. وهنا تذكرت النصيحة السابقة ذكرها. وأخيرا، إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد، وتقبلوا سلامي وتحياتي.